تستمر مأساة أقلية الإيغور المسلمين في الصين دون أن يجد العالم لها حلا حتى اليوم، رغم كل ما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب واعتقال وإجبار على تأدية طقوس تخالف الشريعة الإسلامية، حتى وصل إلى محاولة السلطات الصينية إجبارهم على التخلي عن الإسلام. مجلة نيو لاينز قالت إن ما يزيد عن 1 مليون مسلم في الصين يتعرضون لانتهاكات فظيعة، فهم يجبرون على تناول لحم الخنزير وشرب الخمر وحلق اللحى، فيما تجبر النساء على نزع أوشحة الرؤوس في أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان في العالم. الانتهاكات الصينية بحق المسلمين وصفت بالأخبث، كحرمانهم من الحصول على جوازات السفر والتنقل وأداء مناسك الحج، فضلا عن إزالة المآذن وهدم المساجد والتي بدأت عقب ما عرف بالحرب الكونية على الإرهاب. مراقبون قالوا إن مناطق غرب الصين تمارس فيها أشد أنواع التنكيل ضد المسلمين في محاولة لنزع الإسلام منها بكل الطرق القمعية، ما أفرز مصطلح التصنين عبر سياسة التذويب والاستعمار الثقافي المباشر، كحظر التعليم الديني باللغة العربية وإزالة الحروف والرموز العربية من المطاعم والمحلات التجارية وإغلاق متاجر الكتب الإسلامية واعتقال أصحابها. أكثر من 40 مليون مسلم في الصين يتعرضون لكل أشكال التنكيل على يد الحكومة الصينية منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حربها على ما سمته بالإرهاب عقب هجمات 11 أيلول عام 2001، فاستغلت بكين الحدث لتشن حملتها الشعواء على المسلمين. الإسلاموفوبيا هي الأخرى والتي غذتها الحكومة الصينية زادت الطين بلة، فاستخدمتها الصين كعصا لقمع المسلمين في إقليمي غانسو ونينغزيا، حيث شددت الرقابة المكثفة وبرامج التعرف على ملامح الوجه لبث تحذيرات حول الإيغور بحسب صحيفة واشنطن بوست. الأمر وصل أيضا إلى حد التجسس على المسلمين داخل منازلهم، إذ ابتكر هاكرز صينيون برنامجا لمراقبة الإيغور عبر الهواتف الذكية عام 2013، فضلا عن تسجيل بصمات الصوت وعمل مسوح للوجوه ومراقبة الإيغور المنفيين فيما لا يقل عن 15 بلداً.